بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زملائنا ضيوفنا سكل دارة الجمارك، أيضا ضيوفنا من مختلف البلدات، الشرطة القضائية للدرك الوطني والشرطة، زملائنا القضاة، كل الضيوف الحاضرين، أجدد الترحيب بكم في هذا اليوم الدراسي أو نصف اليوم الدراسي المتعلق في موضوع عدالة جمارك. لا أطيل عليكم سوى أن أعرض عليكم الموضوعات التي سيتم التطرق إليها. الموضوع الأول هو ممارسة الدعوة الجمركية من إلقاء المفتش العامل خلف الله ياسمينة. الموضوع الثاني إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الجمركية من إلقاء ضابط الفرق بوري أمينة. والموضوع الأخير سير المحجوزات الموجودة لدى الجمارك وتدخل القضاء، إشكاليات القانونية والعملية من إلقاء السيد أصفر جمال نائب عام مساعد. كما يكون هذا خلال هذه المداخلات مجال للإطراء ومداخلاتكم واستفساراتكم. أجدد الترحيب بالجميع وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا.